مع آخر أيام فبراير انتهت أعتى نواة الكرة المصرية وأشرقت الشمس بظهور الرجل الرشيد إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة. إذا كانت الأزمة الرياضية قد حلت، وإذا كانت النفوس قد هدأت قليلا والحمد لله، فإن شهر فبراير أبى أن يرحل إلا وقلب مصر موجوع. حادث مروع جدا في محطة مصر، كل التعازي لأسر هؤلاء الشهداء الأبرار، كل الدعاء بالشفاء إن شاء الله للمصابين، وكل الدعاء بالصبر والسلوان لأهاليهم يا باشمهندس. وكأننا على موعد مع الألم في شهر فبراير. ذكريات فبراير دي في بدايته وفي نهايته. صحيح. من فبراير 28 ولا 27 فبراير، يعني حاجة قصة. إنما الأيام ستظهر حقيقة هذا الأمر، لأن الحقيقة شيء مؤلم جدا جدا وغير منتظر. وأيا كان إهمال، خلافات شخصية، أسباب عجيبة جدا، لكن في النهاية في عدم مسؤولية واضح يجب أن يوضع له حد. إن شاء الله يوضع هذا الحد، وإن شاء الله ربنا يحمي مصر وأهلها بإذن يعني الله. يا أستاذ إبراهيم، يعني معلش مع احترامي، يعني وزارة النقل دي القطارات خلصت على كذا وزير، والناس بتاخد بالأرقى وبتقدم استقالتها، لكن حقيقة الأمر ما هوش الرئيس المباشر، ما هوش سواق القطر، سواق القطر ما هوش، يعني دي حوادث يعني في مسؤولية أصغر قوي من الوزير مسؤولين عنها. نتمنى إن شاء الله تحقيقات النيابة تكشف أسباب هذا الحادث الأليم الموجع، ونتمنى الله سبحانه وتعالى إن تكون ديت آخر الحوادث اللي بتلوم بالبلاد بإذن الله.